السلام عليكم. دلوقتي هنشوف موقع جميل اسمه ايمج تو كارتون. خلينا نرفع صورة ابلود تو ايمج، وخليني اختار الصورة بتاعتي بدل ما اختار صورة حد من العيلة ويعمل لي مشاكل. هجرب فيها لكم مثلا الصورة ديت. ميل هو مسموح موجود على ابل الستور، وموجود برضه على جوجل بلاي. بص الصورة حطها على شخصيات كثيرة بالشكل ده.